بعض الناس ترتاح له نفسك وروحك، بعض الناس تنقبض روحك. لما؟ ولذلك في بعض الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. كيف تتعارف بالأرواح؟ ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، حيث الطباع. إذا كان الطباع ذلك الشخص من نفس طباعك واتفقت، تعارفت الأرواح فائتلفت. فما هي طباعك وما هي طباع غيرك؟ وإذا اختلفت طباع ذلك الشخص عن طباعك تناكرت الأرواح، وإذا تناكرت الأرواح اختلفت. إلا إذا عادت تلك الطباع توافق طباعك، فسبحان الله، بعض الناس لا ترتاح له ولا ترتاح إلى مجالسته، لكن بعدما يتغير سبحان الله. لما؟ الروح هي الروح، لكن لما تغيرت الطباع واتفقت طباعك مع طباعه ائتلفت. وبعض الناس قد يكون مصاحبا لك من حيث الطباع فروحك مؤتلفة معه، لكن لما يغير طباعه إذن ما تناكر منها اختلف. لما اختلفت الطباع الروح أنكرت الجلوس مع هذا الرجل.